في قاعة الاجتماعات بالمجلس الجهوي بولاية الحوض الغربي بدأت ورشة التعريف بتدخلات المشروع البلجيكي إنابل الذي يتدخل في مختلف مجالات التنمية في عدد من الولايات مع اهتمامه بدعم التنمية الحيوانية والزراعة والعمل في مجال الأمن الغذائي. والي الحوض الغربي بيّن في كلمته خلال افتتاح الورشة أهمية التكامل بين كافة المشاريع والبرامج العاملة في الولاية للإسهام في تنميتها. يهدف هذا المشروع هذه الورشة إلى تقديم الأهداف المتوقعة لهذا المشروع من خلال الإضافة النوعية اللي يلا تجي في إطاره الجديد ما يخص من الجانب المهني في الزراعة الأسرية والرعوية في الأرياف. نرجو فقط أن يكون وسيلة لجذب رواد الأعمال في هذا الجانب، يعودوا مهتمين في هذا الجانب لكي تتطور هذا القطاع بشكل يعود تلبي فيه حاجياتنا الاقتصادية. المنتخبون المحليون أشادوا بكافة التدخلات الهادفة إلى تنمية الولاية ومساعدة السكان داعين إلى مضاعفة العمل في المجالات التي تمس حياة المواطنين. مسرورين بتواجدكم معنا في إطار تنمية الولاية، وراجين إن شاء الله أن ما يعودوا هذهم وحدهم الشركاء يزدادوا شركاء التنمية. مرحبين بهم هون ومحسين عن الحوض الغربي أنه مليء بفرص الاستثمار. راجين على ذاك لا يوصل للشركاء كاملين وتزداد مجالات تدخلهم اللي تشمل المجالات التنموية كاملة. ومرحبين بصفة خاصة بأنابل، وراجين وذاك الله يعد الكامل يمس الساكنة الأكثر هشاشة تعود فولوياته. وتابع الحضور بعد ذلك عرضا عن تدخلات المشروع في الولاية قدمه المنسق السيد مستشام. ويعمل المشروع في عدد من المجالات التنموية وتستفيد من تدخلاته عدد من ولايات الوطن. لقناة الموريتانية محمد البلال، مدينة العيون.